في السادس من دجنبر عام 1999 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع العالمي للفضاء احتفالاً سنوياً يتم خلال الأيام ما بين 4 و10 أكتوبر. تاريخ الاحتفال بالأسبوع العالمي للفضاء اعتمد بناء على الاعتراف بيومين مهمين في تاريخ الفضاء، أولهما إطلاق أول قمر صناعي أرضي من صنع الإنسان سبوتنيك 1 في 4 أكتوبر عام 1957، أما الحدث الثاني فهو التوقيع على معاهدة الفضاء الخارجي في 10 أكتوبر عام 1967. الأسبوع العالمي للفضاء لعام 2024 يركز على موضوع الفضاء وتغير المناخ، وذلك احتفاء بأهمية تكنولوجيا الفضاء وأثرها الكبير في معركة العالم المستمرة ضد تغير المناخ، مع التأكيد على الدور الذي يلعبه استكشاف الفضاء في تعزيز فهم وإدارة مناخ الكرة الأرضية. فعاليات الأسبوع العالمي للفضاء لهذا العام تهدف إلى تعزيز الحلول البيئية المبتكرة